هل في حاجة يا جماعة مش مفهومة؟ تمام جدا. طيب نخش بقى على المحاضرة الرابعة، وهي أمر اسكادول. أمر اسكادول، وطبعا هنشوف ايه هو الاسكادول لوج. تمام، أمر اسكادول والأوبشن بتاع الاسكادول. تمام، معانا يا باشمهندسة أسماء، مهندس أحمد، مهندس أحمد، تمام، مهندس مينا، مهندس محمد، تمام، ومهندس أحمد موجود معانا يا جماعة. هو موجود بس ممكن ما يكونش موجود على الجهاز. طيب هندخل في أمر سكادول، وقلنا أمر سكادول احنا عارفين العلامة بتاعته، علامة الساعة دي، أو من تولز أقول له سكادول، أو عن طريق F9، عن طريق F9 بدخل أمر سكادول. نتعرف مع بعض على الاوبشن دي، الاوبشن بتاعت امر سكادول. تمام، اللي هنشوف جزء كبير منها النهارده وجزء صغير ان شاء الله بعد الابديت. تمام، طيب هنا بعض الاختيارات، عندنا حاجتين، حاجه اسمها جنرال وحاجه اسمها ادفانسد. حاجه اسمها جنرال اللي هو بيقول لي اجنور اول اختيار، بيقول لي اجنور ريليشن شيب تو اند فروم اذر بروجكتس. تمام، العنوان او الكتاب باين من عنوانه، اجنور تجاهل اي علاقات بين المشروع ده وبين المشروع اي مشروع تاني. تمام، وينفع احط علاقات بين المشروع ده والمشروع التاني؟ اه طبعا ينفع، زي ما المهندس محمد فوزي قدر يطلع المشاريع كلها يفتحها مع بعض ويطلعها، زي ما قدر يفتحها مع بعض يقدر يحط اي نشاط يربطه باي نشاط من مشروع معين، يقدر يربطه بنفس او يربطه بنشاط تاني في مشروع تاني. تمام، فهنا بقول له اجنور للعلاقة دي او لا. تمام، هنا حاجة اسمها make open end activity critical. make open end activity critical، ايه ال open end activity يا جماعة؟ ال open end activity هي اي نشاط، اي نشاط ملوش predecessor ولا ليه successor، اي نشاط ملوش predecessor او ملوش successor، طبعا او الاثنين يعني. تمام، هنا حاجة اسمها use expected finish date اللي هو ده، بس طبعا هنشوفها مع الابديت. هنا schedule automatic when change affects dates، يعني كل ما تعمل حاجة، نعلم عليها كده ونشوف، كل ما تعمل حاجة هتغير سكادول. يعني مثلا دي هنخليها 26، هنلاقي يعمل سكادول لوحده. تمام، هنرجع 25 تاني هنلاقي يعمل سكادول لوحده. تمام، بدل ما ندخل اعمل سكادول كل مرة اوتوماتيك، بس في المشاريع الكبيرة بتبقى رخمة شوية بيطول يعني. هنا طبعا الليفلنج بتاع الريسورس،
هنا طبعا ريكالكوليت للكوست، هنشوف الكلام ده كله طبعا بالتفصيل الممل. تمام، هنا بقى ده الجزء اللي يهمني. هنا في حاجة بيقول لك ايه، ده دايما على فكرة سؤال انترفيوهات، يعني يقول لحضرتك ايه الفرق بين البروجريس اوفر رايت وحاجة اسمها الريتيند لوجيك. خلينا نفتحها كده على مشروع يكون معمول له ابديت، عشان مش عاوز اعمل ابديت على المشروع ده. كتير وليكن الفينيش ديت ده. تمام، انا عاوز اوريها لكم بصورة عملية بحيث ان انا يبقى الموضوع واضح قدام حضراتكم. كده شايفين يا جماعة، ده النشاط اللي هو اسمه set and connect robots أو robots. النشاط ده شايفينه متقطع ازاي، ابتدى هنا وبعد كده اتقطع وهيكمل هنا. ليه؟ لان النشاط ده الطبيعي بتاعه او اللوجيك بتاعه ان هو هيبتدي بعد انتهاء النشاط اللي هو ده، مربوط بالنشاط ده ومربوط بالنشاط ده. فلما هقول له ارجع لللوجيك اللي هو الامر ده، ارجع لللوجيك retained logic، تمام، فهيقول لي انا اللوجيك بتاعي ان انا اخلص ده وبعد كده اكمل او ابتدي في ده. فطالما انت ابتديت already، انت عملت actual، خلاص عملت actual خلاص في الجزء ده، فانا ما اقدرش ارجعك عن الاكشوال اللي انت عملته، بس هكمل لك بقية النشاط طبقا للعلاقة اللي هي دي.
طيب نخليها كده بروجريس اوفر رايد ونشوف ايه اللي هيحصل. ايه اللي حصل هنا؟ ربطوا او رجعوا تاني، رجعوا تاني لزق فيه بالظبط اهو يا جماعة شايفينه اهو، رجعوا تاني يلزق فيه، كملوا ورا بعضه وما احترمش العلاقة اللي بين الاتنين، يعني كسر العلاقة بين الاتنين، محققش العلاقة اللي هي دي، محققش العلاقة اللي هي دي مع ده اللي هي الفينش تو ستارت. واضح؟ فالبروجريس اوفر رايت، البروجريس اوفر رايت البروجريس اوفر رايد يا جماعه بيكسر العلاقه، فمنها انه لما بيكسر العلاقه بيأخر لي التواريخ، بيأخر لي التواريخ، يعني ده المفروض هيكمل ديوريشن بعد ده، والنشاط اللي بعده ده فين؟ النشاط اللي بعده عشان بس هما مش مترتبين للأسف. جيب مشروع من هي بستين نيلة معلش. طيب خلينا هنا، ادي اهو، ادي كده البروجريس اوفر رايت، طب خليك معايا بس يا باشمهندس محمد عشان الحته دي مهمه جدا وسؤال انترفيو، تمام؟ فدايما يجيب لك الشكل ده ويقول لك حاجه من الاتنين، يقول لك شكل العلاقه في البروجريس اوفر رايت ايه وفي الريتيند لوجيك ايه، او يقول لك الشكل ده معناه ايه، او يقول لك الشكل ده معناه ايه. فالشكل ده معناه ان هو مستخدم في الاسكادول اوبشن ام ريتيند لوجيك، ريتيند لوجيك يعني احترم العلاقات. فهنا لما يقول له احترم العلاقات، فكده لو النشاط ده كده هيأخر لي زمن المشروع. ليه؟ لانه هنا بيكمل لي الديوريشن بتاعت النشاط يعني مثلا لو هي كده هنقول ان ده 20%، فلو هي كده شايفين حضراتكم هنقول ان هو وليكن فات منه 20%، فبقى في 20% بقى في 80% من النشاط لسه هيكمل بعد الانستول روبوت دوت او الاكتيفيتي ده، الانستول روبوت بيز ده لسه هيكمل بعد لما النشاط ده يخلص، وسايب الحته دي كلها فاضيه، سايب الوقت ده كله فاضي، تمام؟ وفي الحاله دي، وفي الحاله دي بقى النشاط ده اسمه out of sequence، النشاط ده بقى اسمه out of sequence. اما لو انا خليتها progress override اللي هو الاختيار ده، هلاقيهم هو بس هنا عشان ده ايام اجازات، ممكن هو هنا يكون مستخدم 5 ايام بالظبط كده اهو، مستخدم الكالندر اللي هي 5 ايام، فعشان كده بس باينة واضحة قوي الفرق هنا. فهنا المفروض ان هم ملحومين في بعض على طول دايركت، بيبقى بنفس المنظر كده، تمام؟ بنفس الطريقة كده بالظبط، واضحة قوي كده، تمام؟ فبيبقى بيكمل النشاط وملوش دعوة، ومالوش دعوة بالعلاقة
دي ولا كأنه شايفها. فده بيسبب ايه؟ بيسبب ان المشروع يتسحب لورا، النشاط ده رجع لورا ونشاط كريتيكال. فبدل ما كان هيخلص 16، سوري، بدل ما كان هيخلص 23 مايو، او هيخلص 23 مايو، بدل ما كان هيخلص 8 جون، يعني في الريتيند لوجيك كان هيخلص 8/6. اما في حالة البروجريس اوفر رايت فسحب المشروع كله لورا، سحب المشروع لورا، تمام، فخلاه 23 مايو، فسحب تقريبا حوالي 15 يوم لورا، اللي هو بما يعادل على الكالندر دي 3 اسابيع. واضحة؟ فده الفرق بين البروجريس اوفر رايد والريتيند لوجيك. طيب ايه اللي مسموح او ايه اللي انا بستخدمه؟ قال لحضرتك انت كده كده هيحصل عندك اوت اوف سيكونس، ان انت في نشاط انشطه ممكن تنفذها في غير توقيتها اللي انت حاطه في البرنامج الزمني، يعني النشاط ده اتنفذ في غير توقيته على البرنامج الزمني اللي انت حاطه على البلان. انت حاطط على البلان ان النشاط ده هيخلص او هيبتدي بعد ما النشاط ده يخلص نتيجة لظروف الموقع وايا كان، تمام، انت ابتديت النشاط دوت وقدرت ان انت تبتديه وهتكمل فيه، تمام. فانت ممكن يحصل عندك انشطة زي دي كتير وبنشوفها كتير، فوارد. طيب قال لك لو حاجة زي كده تعمل ايه؟ قال لك لو نسبة الانشطة الاوت اوف سيكونس، نسبة الانشطة الاوت اوف سيكونس لم تتعدى 25% من الانشطة المنفذة اللي هي الكومبليتد، الانشطة اللي هي تمت، والجارية مجموع الاتنين مع بعض، الاوت اوف سيكونس على مجموعهم الاتنين مع بعض اللي هي الانشطة الجارية والكومبليتد لم تتعدى 25%، فخلاص انت اوكي. عدت 25% المفروض ان الاستشاري يطلب منك حاجة اسمها ريكفري بلان، حاجة اسمها ريكفري بلان. وطبعا ده هنشوف الريكفري بلان. بالتفصيل ان شاء الله في المحاضرة رقم 8 أو 9، تمام. فهتبتدي نعمل حاجة اسمها ريكفري بلان، واضح؟ فالمفروض ان الاستشاري يطلب منك، طب ايه نسبة 25% دي؟ تمام؟ قال لك دي نسبة اللي هي الانشطة الاوت اوف سيكونس، تمام، على الانشطة المنفذة والجارية. طب مين اللي حط النسبة دي؟ قال لك دي مجموعة ابحاث عملها الناس المهتمة يعني بعلم البروجكت مانجمنت، تمام، مع البي ام بي، ووضعوا النسبة دي. قال لك انت كده طالما عديت 25% يبقى انت كده ماشي على مسار غير مسار المشروع، يبقى انت ماشي في اتجاه والمشروع ماشي في اتجاه تاني. فلازم ان انت حضرتك ترجع لنفس مسار المشروع وتحط المشروع على البلان الجديد، او تعمل بلان جديد يتماشى مع المشروع بتاعك طبقا للواقع اللي انت ماشي عليه. واضح؟ واضح يا باشمهندس محمد؟
طيب سؤال حضرتك بقى ايه؟ تمام الحمد لله. طيب مهندس مينا، مهندس احمد، مهندسة اسماء، فعلا يا باشمهندسة مهندس احمد، مهندس مينا، تمام. طيب كويس، نكمل الاسكادوال اوبشن. طبعا الاكشوال ديتس ديت هناخدها لما نيجي نخلص الابديتس ونعمل ريكفري بلان، هنشوفها بالتفصيل. هنا بيقول لي كالكوليت ستارت تو ستارت لاج فروم، يعني بيقول لي احسب الستارت تو ستارت. فاكرين الستارت تو ستارت، العلاقه اللي هي ستارت تو ستارت، بيقول لي احسب اللاج اللي بينهم منين، من الاكشوال لاج او الاكشوال ستارت ولا من الايرلي ستارت. الايرلي ستارت اللي هو طبقا للبلان، تمام، ولا من الاكشوال ستارت. تمام. طيب هنا المهندس مينا كان بيسأل عن الجزئيه دي، كان بيسأل عن define critical activities، ايه الفرق بين ان انا اقول له total float للذات او equal عدد ساعات معين او عدد ايام معين، او انه يكون the longest bus. باشمهندس مينا انا كنت شرحتها هنا في السي بي ام، وقلت لحضرتك قلت لحضرتك ان انا لو حطيت دي كده 20 فكده مفيش عندي critical activities، صح يا جماعة؟ صح يا جماعة. هنا بقى total float 5 5 5 ومفيش اي حاجة اقل من الخمسة، فكده مفيش اي توتال فلوت. تمام، عندي مسار 15 ومسار 12 ومسار 13، واضح. فهنا بيقول لحضرتك، نرجع تاني للبروجكت بتاعنا، معلش انا اسف. فهنا انا عندي ادي زمن نهاية المشروع، مش حاطط له تاريخ. فلو عملت فلتر كده على الكريتيكال اكتيفيتيز اهو، فجاب لي كل الكريتيكال اكتيفيتيز اهو يا باشمهندس مينا، واضح لحضرتك. طيب لو انا زودت، انا جيت هنا وقلت له كده المشروع ده انا مش عاوزه يخلص 15، انا عاوزه يخلص 25 ديسمبر، وهرجع تاني على شاشة الانشطة وهقول له سكادول. فبقى التوتال فلوت عندي على المشروع 7 ايام اهو. فلو جيت عملت فلتر على الكريتيكال اكتيفيتيز، طبعا كل دي
حاجات فاضية اهي، مفيش عندي ولا نشاط. فهنا بيقول لي انت عاوز الكريتيكال اكتيفيتيز، ممكن اقول له 7 days. هو هنا 7، 7 في 8 ب 56، ب 56 ساعة، تمام؟ يعني ده ممكن اختيار. هنا 10 ساعات، يبقى 70، او خلينا 80. ودوس F5 كده بفخش بس. انا مجرد ان انا عملت ريفرش بس يا جماعة، ما عملتش اي حاجة، تمام؟ فظهر عندي اهو، ادي الكريتيكال اكتيفيتيز ولونها احمر، تمام؟ ليه؟ انا قلت له من هنا ان انا عاوز الكريتيكال اكتيفيتيز هي اللي تكون التوتال فلود بتاعها اقل من او يساوي 80 ساعة. 80 ساعة اللي هي 8 ايام. احنا هنا في المشروع معرفين ان اليوم ب10 ساعات، او اريح دماغي واقول له اللونجست باص، اللونجست باص برضو ادوس F5 كده. واضح اهو يا جماعة، بقى عليهم كلهم. عرض لي الكريتيكال اكتيفيتيز، واضح يا جماعه؟ يبقى ده يا اما من هنا يا اما اطول مسار. انا في الغالب بثبت الاختيار على ده، في الغالب شمهندس مينا بثبت الاختيار على ده، عشان حتى هي لو تكون لما تكون على يعني في حالة زي اللي قدامنا دي، ان تاريخ النهاية المحدد للمشروع اكبر، فكده كده هكون في السيف سايد وهيطلع لي الكريتيكال اكتيفيتيز من اللونجست باث من غير ما انا اقعد احسب زي ما انا حسبت كده. وممكن طبعا المشروع بعد ما اعمل له ابديت يتغير الديتس معايا، و يتغير الكريتيكال باث معايا، تمام؟ هنا بيقول لي ربنا يكرمك يا هندسه، كالكوليت فلوت بيزد اون فينيش ديت. طبعا هنا لما اكون فاتح اكتر من مشروع بيقول لي لكل مشروع لوحده ولا للاوبند بروجيكتس، بس لما اكون هنا فاتح اكتر من مشروع فطبعا بقول له لكل مشروع لوحده، each project على حده. يعني هنا كومبيوت توتال فلوت as، هنا بيقول لي ايه؟ late finish ناقص early finish، ولا late start ناقص early start، ولا smallest of start float and finish float. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ايه الجزئية دي؟ الجزئية دي حلوة جدا وجميلة جدا. احنا لسه واخدين حالا الكونسترين. الكونسترين قلنا ان انا عندي حاجة ان التوتال فلوت عامة بيتحسب يا اما من الليت ديتس، هو بيتحسب من الليت ديتس ناقص الايرلي ديتس، الليت ستارت ناقص الايرلي ستارت، او الليت فينش ناقص الايرلي فينش، تمام؟ طيب لو في عندي اختلاف بين الاتنين، لو في عندي اختلاف بين الاثنين، مين ده؟
بس كمنطق بغض النظر عن تعريف البرنامج انت لا مش شرط هندسة، مش شرط اطلاق، مش شرط هندسة خالص. يعني احنا ممكن يبقى عندنا، بص حضرتك انا ممكن يبقى عندي هنا ده 15 اهو، واخلي النشاط ده لو مدته 6 بقى كده عندي كام؟ كم مسار حرج؟ كم يا جماعة مسار حرج؟ باشمهندس مينا باشمهندس مينا في الحالة دي لو النشاط، لو هنا النشاط ده 6 بقى عندي المسار اللي هو A B E F اللي هو ده بقى 15، والنشاط والمسار اللي فوق 15 والمسار اللي تحت 13، يبقى عندي مسارين حرجين. تقدر تقول لي ايه اكتر حرجا فيهم؟ مفيش واحد اسمه اكتر حرجا لان المسارين قد بعض. واضح؟ بالظبط بالظبط كده، مفيش واحد اسمه الاكثر حاجه، فممكن يبقى عندي اكتر من مسار حرج. وده الخطوه اللي هنشوفها حالا في الادفانسد، دي الخطوه اللي هنشوفها حالا في الادفانسد. تمام يا هندسه؟ تمام. فانا بقول لحضرتك بالظبط، هو ممكن يكون عندك اكتر من مسار حرج. تمام. زي ما هنشوف دلوقتي حالا في مشروع، يعني هنفتح مشروع ونبص على اكتر من مسار حرج. ما هو ال اطول مسار اللي هو ال 15 مثلا هيبقى فيه اكتر من واحد زيه، انما مش هيبقى عندي 15 وتقول لي ده اطول مسار ويكون في واحد تاني 16. ما هو مش هيبقى اطول مسار، اطول مسار هيبقى 16. ما هو في الحالة دي يا باشمهندس، في الحالة دي يا باشمهندس هو اوتوماتيك هيختار اللونجست باس. تمام. كل اللي هو اللونجست باس سواء ده او ده هيحطهولك ان هو كريتيكال، يعني هيجيب لك الأنشطة اللي هي دي والمسار ده والمسار ده، هيجيبهم لك كلهم ان هم كريتيكال. هيجيب لك المسار ده كريتيكال والمسار ده كريتيكال، لأن المسار ده 15 والمسار ده 15. بالظبط يا هندسة، دي اسمها أنشطة نير كريتيكال. ما دي اسمها أنشطة نير كريتيكال، ودي اللي هنشوفها حالا في الأدفانسد
في الاوبشن اللي اسمه ادفانسد تمام هندسه، في الاوبشن اللي اسمه ادفانسد هنشوفها حالا، الانشطه اللي هي نير كريتيكال او المساغات اللي هي نير كريتيكال تمام. فهنا عندي زي ما قلت بختار السمول اوف ستارت فلوت اند فينيش فلوت، يعني بيقول له هو بيقول لي احسب لك التوتال فلوت على انه ايه تمام. فانا عندي بيبقى فيه فينيش فلوت وعندي ستارت فلوت، ده بيحصل التأخير ده او الاختلاف ده بيحصل ايه، والمفروض يطلعوا واحد طبعا، بس لو في اختلاف الاختلاف ده بيكون نتيجة ايه؟ بيكون نتيجة الكونسترين اللي موجود عندي على النشاط. يعني لو في كونسترين تمام والكونسترين ده محطوط بالفينش فهيبقى في فرق في الفينش، اما لو الكونسترين ده محطوط مربوط بالستارت فيكون في فرق في الستارت. فهنا بيقول لي احسب لك الفلوت على الستارت ولا الفينش ولا الاقل من الاثنين، الاقل من الاثنين تمام. هنا بيقول لي كالندر فور سكادولينج ريليشن لاج، النقطه دي برضه مهمه، ايه هي الكالندر اللي استخدمها في اللاج بتاعت الريليشن او الريليشن لاج، في اللاج بين الريليشنز وبعضها. البريد السيسور اكتيفيتي كالندر اللي هي الكالندر بتاعت البريد السيسور، او السكسيسور اكتيفيتي كالندر او بتاعت الاكتيفيتي كالندر، السكسيسور بتاعت الاكتيفيتي كالندر، او ال 24 اورز كالندر، يعني مثبت لي واحده كده، في واحده ثابته اسمها 24 اورز كالندر، او البروجكت ديفولت كالندر، البروجكت الديفولت كالندر اللي انا حاططها بره على الديفولت للمشروع اللي احنا شفناها اول لما ابتدينا ندخل في المشروع تمام. فالطبيعي ان انا بختارها بريديسيسور اكتيفيتي كالندر، لان الريليشن بتعتمد على البريديسيسور، احنا قلنا الدرايفنج بيبقى البريديسيسور واضح، فالبريديسيسور هو اللي بيبقى درايفنج، فلازم يكون اللاج واخد البريد السيسور كالندر تمام. بس هو هنا بيدي لك بعض الاوبشنز تمام يا جماعه، فهمناها؟ المهندس محمد فوزي فين يا جماعه؟ تمام مهندس احمد، مهندس احمد طيب هنخش في الجزء بتاع الادفانسد. الادفانسد مفيش فيه غير اختيار واحد وحيد، بيقول لي كالكوليت مالتي فلوت باسز، ما كالكوليت مالتي فلوت باسز. المالتي فلوت باسز دي اللي هي الأنشطة أو المسارات، هنا هي بيحسب على المسارات الكاملة، المسارات الأكثر حرجا، الأكثر حرجا في المشروع، المسارات الأكثر حرجا في المشروع. بس هنا عشان هيكون في مسار واحد بس فاحنا ممكن نروح لمشروع تاني، أي مشروع هاخدين المشروع بس كله كده أي مشروع أيا كان. كده
تمام. فهنا بيقول لي ايه هي المسارات الاكثر حرجا في المشروع، بيقول لك احسب لك المسارات الاكثر حرجا في المشروع طبقا للتوتال فلوت، طبقا للتوتال فلوت ولا طبقا للفري فلوت، طبقا للفري فلوت هنا. فاقول له طبعا التوتال فلوت. فهنا كمان بيقول لي حاجة جميلة جدا، خاصية جميلة جدا، بيقول لي حدد النشاط اللي انت، حدد النشاط اللي انت عاوز استخدم ال 10 جون 10 جنيه واي 14. بيقول لي حدد النشاط اللي انت عاوز انهي لك السكادول عنده، او انهي لك المسارات عنده. يعني مثلا لو انا عامل كومباوند اقدر احدد المسارات الاكثر تأثيرا على بند العمارات، تمام، الحاجات اللي هي اكثر تأثيرا على الانفراستراكشر لوحدها، تمام، اقدر احدد المسارات المؤثرة على عمارة لوحدها، اقدر احدد المسارات اللي مؤثرة على البروكيورمنت لوحدها، اقدر احدد المسارات اللي مأثرة على اي ايتم في المشروع لوحدها، اقدر احدد المسارات اللي مأثرة. يعني هنا مثلا هو عامل اهو completing building 1، يعني هنا عامل building 1 و building 2، اقدر احدد العمارات المسارات اللي متحدد المؤثرة على building 2، واقدر احدد المسارات اللي مأثرة على بيلدينج 1، واقدر احدد المسارات المؤثرة على المشروع كله، تمام. فانا هقول له حدد لي المسارات اللي بتأثر على المشروع كله، وهقول له المسارات ديت طلع لي مثلا 15 مسار. هنشوف دلوقتي 15 مسار يعني ايه، وهقول له اسكادول. طبعا ما حصلش حاجة لاني ما عرضتش بيها، فادخل امر جروب اند سولت، هدخل امر جروب اند سولت ونركز هنا قوي، وهقول له اعرض لي بالفلوت باس، اعرض لي بالفلوت باس، هدوس اف كده هنا وهقول له اعرض لي بالفلوت باس، وممكن اقول له اعرض لي تحتها بترتيب ال دبليو بي اس، اعرض لي تحتها بترتيب ال دبليو بي اس اهي. يبقى هو مسار واحد اللي عندي وحيد. هل في فلتر ولا حاجة؟ في فلتر اهو. يبقى دي مجموعة المسارات اللي عندي، مجموعة عشان كنت عامل فلتر بس على الكريتيكال اكتيفيتيز. فدي هنا 15 مسار، لو نبص عليهم هنلاقيهم مترتبين الكريتيكال الاول، بعد كده التوتال فلود بتاعي بيزيد، يعني ده المسار اللي بعده على طول اللي هو النير كريتيكال، بعد كده المسار اللي بعده على طول 12، المسار اللي هو بعده على طول 16، 32، 82، 120، 120 وهكذا لغاية لما اوصل للاخر خالص اللي هو نو فلود باس، معادش اكتر من كده. يبقى اكتر 15 مسار مؤثرين على المشروع بتاعي، تمام. طبعا هنا اكتر واحد مؤثر عندي الكريتيكال عندي هو البيلدينج 1 اهو، الكومبليشن اوف بيلدينج 1 هو اللي هيخلص 10 يناير 2014، ونتيجة لذلك ان 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 ان, إن, إن المشروع كله هيخلص 10 يناير 2014 اهو، تمام. فهنا من هنا يا باشمهندس مينا قدرت احدد المسارات اللي ممكن تكون مؤثرة عندي في المشروع، واضح. ممكن يطلع لي اكتر من واحد صفر،
يعني ممكن يطلع لي اكتر من واحد، اكتر من نشاط صفر، او اكتر من مسار عليهم توتال فلوت صفر. ممكن مسار واحد يكون عليه توتال فلوت زيرو، ويكون النشاط ده او المسار ده فيه اكتيفيتي واحده. يعني انا متذكر ان انا فتحتها مع المجموعه بتاعت امبارح، كان على ما اعتقد المشروع اللي هو اعتقد ممكن يكون المشروع ده، ايا كان المشروع. يعني هنا برضو للاسف اهوت ممكن لو خلينا دي 2 كده على الأقل، دوسنا سكادول كده، بقى عندي مسارين اهوت يا باشمهندس مينا، المسارين كل واحد بصفر، المسارين كل واحد فيهم بصفر. طبعا طبعا يا باشمهندس محمد هنشوفها ازاي في الريكفري، ان انا بعمل ريكفري على المسارات الحرجة والقريبة او النير كريتيكال. يعني في الريكفري والريفايزد، بعمل ريكفري وريفايزد على المسارات الاكثر حرجا واللي هي القريبة من الحرجة. كمان بيبقى فيه ريبورت من الريبورتات الشهرية، بس يعني ما بيطلبش من معظم الناس، بيقول لك طلع لي الفلوت باسز، طلع لي 10 اكتر 10 فلوت باسز عندك في المشروع، مقصرة عندك في المشروع. وممكن يطلب منك متقسمة، لو انت مشروعك متقسم فلازم تبقى عارف ان الفلوت باس ده بيطلع منين، لان ده برضه ريبورت مهم جدا. الريبورت ده يبقى ريبورت مهم جدا جدا، تمام؟ وزي ما هنشوف بعد كده بعد الابديت. عاوز في مشروع كنت فتحته وعملت فيه كده اديت لحاجة، طيب ممكن ناخد النشاط ده ونعمل له ستارت، بس يكون في ابريل، تمام. بس عشان هندخل في الجزء بتاع قراءة اللوج، عشان ده مهم جدا، فكان يهمني وجود الريتيند لوجيك ده، او نخليها حتى يعني ده ممكن نعمل فيو لوج كده، وبعد كده نخليها بروجرس اوفر رايد. تمام، وهنعمل برضه فيو لوج تاني. طيب دلوقتي عندنا حاجة مهمة جدا، احنا اتعرفنا دلوقتي على الاسكادول اوبشنز كلها، تمام؟ دي كل الاوبشنز الخاصة بالاسكادول. اللي فاضل هناخده مع بعد الابديت هيكون كل الكام اوبشن اللي ناقصين دول، الصغيرين دول هيكونوا ان شاء الله موجودين معانا. في حاجة مهمة جدا اللي هو اللوج تو فايل، عشان اطلع الفايل ده. الفايل ده بيخليني ابقى شايف ايه هي او ايه هو الاسكادول بتاعي، ايه الاخطاء اللي فيه، ايه المشاكل اللي فيه، كام نشاط، هل انا عندي مشاكل ناسيها، ممكن اكون ناسي بعض العلاقات، تمام؟
او عندي نسبة الكريتيكال تكون عالية. طبعا على فكرة نسبة الكريتيكال يا جماعة مش ثابتة، يعني مثلا في المشاريع بس هي ما بتزيدش عن 25% او ما بتزيدش عن 30%، يعني بتختلف النسبة بس ما بتزيدش في الاخر عن 30%. ممكن في المشاريع اللي هي تكرارية، تمام، تكراري افقي، تمام، زي مشروع كومباوند مثلا، تمام، يبقى في توصل النسبة مثلا ل 15 ل 20%. مشروع تكراري رأسي ممكن النسبة تزيد شوية، يعني مبنى واحد بس دور أكتر من دور، يعني يبقى في النسبة عالية شوية، تمام، بس النسبة في الآخر ما بتزيدش عن 30%. فلازم أبقى واخد بالي من الكلام ده. ممكن النسبة تقل توصل ل 10% برضو في المشاريع اللي هي بيكون فيها الانفرا هي الحاكم، يعني لما تكون بتعمل مثلا كومباوند، بتعمل قرية سياحية، بتعمل أي حاجة من مدينة كاملة، فبيكون الانفرا عندك هي البداية وهي في نفس الوقت النهاية، يعني هي بتبتدي بيها وبتقفل بيها، وفي النص بيكون مرحلة العمارات يعني، أو مرحلة اللي هي الإسكان، سواء عمارات سواء فيلات سواء لاندسكيب سواء أيا كان. في برضه ناس بتعتبر اللاندسكيب من ضمن الإنفرا، بس هي في الأول وفي الآخر الموضوع بيبقى نسبة الكريتيكال ما بين 10 ل 30% على حسب نوع المشروع. طيب فهنا مش هتلاقي عند حضرتك متعلم على الكلمة دي او متعلم على التشيك بوكس ده، تعلم عليه كده، وهيطلب من حضرتك مكان تحفظ فيه النوت بوك ده عشان يظهر لك فيه، فتختار مكان ممكن على الديسك توب كده مثلا، تمام، وتعمل نيو فولدر، ولازم يتحط في فولدر يعني اهو، وتحطه هنا يقول لك كرييت، قول له يس، تمام، قول له سكادول. ممكن اروح هناك من هنا وافتحه من هنا، او من امر جدول واقول له فيو لوج، تمام يا جماعه. هنا بيقول لي انت حضرتك عملت سكادولينج وليفلينج ريبورت بتاريخ 16 مارس، ده من البريمافيرا مانجمنت او بروجكت مانجمنت. المشروع الاي دي بتاعه ام اف رقم كذا، البروجكت ده النيم بتاعه كوردوفا مش عارف بلانت، وهكذا. السكادولينج حضرتك عملت سكادولينج يس، ليفلينج حضرتك ما عملتش ليفلينج فكاتب لك نو. من اول هنا بقى لغاية تحت خالص اهو، كل ده السكادول اوبشن اللي في البرنامج. حضرتك كان في مجموعة من الschedule option في الجنرال ومجموعة في الادفانسد، تمام. حضرتك هو بيعرضها لك هنا عشان يبقى شايف كل حاجة. حضرتك عملت اجنور للريليشن شيب تو اند فروم اذر بروجكتس، دي طبعا ما عملتهاش تشيك، تمام، فبيدي لحضرتك نو مفيش تشيك هنا، يعني معنى كده ان مش هيكون في يس غير على يوز اكسبكتد فينيش ديتس. هنشوف مع بعض. انا صوتي واضح يا جماعه ولا في مشكله في الصوت؟ نخلي بالنا بس من الجزئيه دي عشان تمام. هنا برضو ليا ميك
open end activities critical، هنا قال لي no، هنا use expected finish date زي ما قلنا هو yes، هنا schedule automatic no، level resource طبعا no، ما خدناش لسه leveling، recalculate cost هنا قال لي no. بعد كده when scheduling progressed use progress override، اول لما اشوف progress override دي ابقى حاطط في دماغي ان انا انزل تحت، او لما انزل تحت يعني ابص على نسبة اسمها ايه ال out of sequence، out of sequence تمام. هنا calculate start to start from early start، define critical activities as total float less than or equal zero، احنا ما كناش عدلناها، ماشي كده انا عدلنا، بس مش شرط نعمل سكادول هنا عشان ما نفتحش تاني. وهنا بيقول لي finish float compute total float as finish float، طبعا المفروض هنا بيبقى smallest، كده انا بدل حضراتكم الديفولت يعني. وطبعا هنا لما يحسب لي المشاريع التوتال فلوت بتاع المشاريع يحسب لي كل مشروع على حدة، وهنا الاكتيفيتي لاج او ريليشن لاج طبقا للبريدسيسور كالندر، وهنا الادفانسد بيقول لي حضرتك حسبت الكالكوليت فلوت باس، قلت له يس تمام انا فتحت الفلوت باس، وهنا قلت له طبقا للتوتال فلوت مش الفري فلوت، واخترت ان النمبر يبقى 10 تمام. هنا بيقول لي الاستاتكس ان ده المشروع هو واحد، عدد الاكتيفيتيز 134، النوت ستارتد 78، النوت ستارتد اكتيفيتي 78، الان بروجريس 5، الكومبليتد 51، من المجموع دول يبقى يطلعوا كام؟ 56، من المجموع دول يطلعوا 56، نخلي بالنا عشان هنقسم عليهم الايه الاوت اوف سيكونس. بقول لحضرتك انت عندك 162 ريليشن شيب، عندك اكتيفيتي واحده ويز كونسترين اللي هي اسمها كذا، ممكن تاخدها كده وتروح البرنامج اقف هنا واقول له كنترول اف، طاف هنا في الاي دي، انا اخدت كوبي للاي دي بتاعها وقفت في الاي دي وعملت كنترول اف، واعمل هنا كده واقول له فايند اهي يا سيستم، ايوه بيقول لي ان عليها كونسترين تمام اهو، عليها كونسترين start on or after 24 January، طبعا هنا واخدة actual start و actual finish، فطبعا ال star راحت اللي هي النجمة بتاعت الكونسترين راحت، بس ده ما يمنعش ان هي واخدة كونسترين. نكمل مع بعض، بيقول لي خلي بالك ال errors اللي عندك بقى، الاخطاء اللي عندك ان انت عند حضرتك مجموعة من الاكتيفيتيز او اتنين نشاطين ما لهمش بريد السيسور، طبعا مسموح لحضرتك واحد نشاط ملوش بريد السيسور وواحد نشاط ملوش سكسسور. طب ايه هو النشاط اللي ملوش بريد السيسور يا جماعة المسموح بيه؟ هي يا جماعة ايه هو النشاط اللي مسموح بيه يبقى ملوش بالظبط كده؟
والنشاط اللي ملوش سكسس هو باشمهندس محمد نشاط النهاية، صح كده؟ يبقى هنا بالظبط كده، او نشاط النهاية. تمام، ادي هنا ده النشاط اهو، هنا في نشاطين. تمام، فالمفروض النشاطين دول يبقى هو نشاط واحد. تمام، اما الانشطة اللي ملهاش سكسسور فهلاقي مجموعة من الأنشطة عددهم 8. تمام، هنا اهو out of sequence، out of sequence activities اللي هو النشاط ده اهو، اخده كده control C احطه هنا. هنا عشان يا جماعة نوقف في عمود الستارت لازم اقف في عمود الاي دي، لازم اكليك على عمود الاي دي واقول له فايند اهو. تمام يا جماعة، اهو ده اللي انا عملت له اهو، ابتديته في غير ميعاده، ده اللي انا نفذته في غير ميعاده، كان المفروض ميعاده وبعد ما ده يخلص فانا نفذته بدري. تمام، فالنشاط ده بقى اسمه out of sequence اهو، install system control هو نشاط واحد. وبعد كده بيقول لي يبقى ده طبعا بالنسبة لي 56 ولا اي حاجة. تمام، فمش هت مش هت مش هتهد البرنامج كله عشان نشاط واحد يعني. تمام، قلنا النسبة ما تتعداش ال 25% من الأنشطة، مجموع الأنشطة اللي هي الجارية والمنتهية. ماليش دعوة بالنوت ستارتد، النوت ستارتد ماليش دعوة بيها. تمام، أنا ليا دعوة بالأنشطة المنفذة. طبعا هنا عندي activities، كل دي أخطاء عند حضرتك. activities with actual dates اكبر من الداتا ديت، ما ينفعش طبعا اقول ان انا عندي نشاط ميعاده او البدايه بتاعته ابتدى بعد بكره، ما ينفعش اقول ان انا عندي نشاط ابتدى بعد بكره ولا النهارده. تمام، ما ينفعش يكون نشاط اخد actual date اكبر من الداتا ديت، ده طبعا خطا. واضح يا جماعه؟ ما ينفعش اقول ان انا عندي نشاط ابتدى بعد بكره، انا لسه المفروض ما شفتوش ان هو ابتدى. تمام، عندي هنا milestones activity with invalid relation، يعني لو هي finish milestone ما ينفعش احط وراها انشطه، لو هي start milestone ما ينفعش احط قبلها انشطه. واضح؟ واضح يا باشمهندس محمد؟ milestone activities with invalid relationship، يعني هو بيحدد هنا كلامه على milestones activities اللي هم النوعين اللي احنا عارفينهم اللي start والفينش، و invalid relationship يعني علاقة خاطئة. تمام، اللي احنا قلنا مش هيمنعنا منها. هنا finish milestone and predecessor have a different calendar. تمام، ان ما ينفعش يبقى في فينش مايلستون، قلنا دي نهايه مرحله. تمام، فالغرض منها ان انا بقفل بس مرحله، فان انا احطها بكالندر مختلف عن البريدسيسور بتاعها طبعا دي حاجه خاطئه. تمام، البرنامج بيعتبرها حاجه خطا، وهي فعلا حاجه خطا لان هي تعتبر نهايه مرحله معينه، فلازم تاخد الكالندر بتاعت المرحلة المعينة، لازم تاخد الكالندر بتاعت المرحلة المعينة او نفس الكالندر بتاعت البريديسيسور بتاعها. واضح؟ واضح مهندس مينا؟ مهندس مينا؟ ايه ده، مهندس مينا مش موجود معانا؟
عندنا بعض الريزلتس هنا. طبعا ان البروجكتس برضو واحد، الاكتيفيتي اللي عمل لها سكادول 83، نشاط الريليشن with other projects مفيش اي relation with other projects. الداتا ديت 30 ابريل، ال early start ديت 2 مايو، ال late finish ديت 7 جون، number of float bus 10 انا اللي محددها له. هنا ال critical activities 31، طبعا 31 اقسمها على التوتال اكتيفيتيز، هنا 31 على نقول 130 هتطلع تقريبا، قول 30 على 134 135، يعني اقل من 30%، حوالي 10 15%، وبيدي لك الكريتيكال اكتيفيتيز اهم. هنا اكتيفيتيز ويز انساتسفايد كونسترين، اكتيفيتي ويز انساتسفايد كونسترين، انساتسفايد كونسترينز يعني كونسترينز غير مرضية او غير غير مرضية، تمام، يعني ما تحققتش. unsatisfied constraint الانشطة اللي عليها constraint ما تحققتش. activity with unsatisfied relationship، activity with unsatisfied relationship، تمام، اللي هي الانشطة اللي عليها relationship، اللي عليها relationship unsatisfied، يعني unsatisfied يعني اللي هي unsatisfied relationship اللي هي علاقات يعني غير مرضية، أو بمعنى أدق اللي هي بتكون start milestone ورا start milestone ورا start milestone اللي احنا كنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، تمام. اما الجزء اللي فوق ده عشان ما نتلخبطش فيه، activity هنا milestones with invalid relation، ان انا هنا milestone وراها اي نوع من انواع العلاقات، اما هنا ان انا activities with unsatisfied relationship ان انا ما عندي ستارت مايل ستون وبعد كده وراها ستارت مايل ستون وراها ستارت مايل ستون وراها ستارت مايل ستون، تمام. فلازم نفرق بين الاثنين دول. activity with external dates، activity with external dates، external dates اللي هي التواريخ اللي هي بره او خارج عن حدود المشروع، خارج عن حدود المشروع او التايم فريم بتاع المشروع، تمام. هو طبعا هنا مفيش اي تايم فريم للمشروع، المشروع هنا مش محدد بتايم فريم، تمام، اهو must finish by فاضية. فلو في هنا تايم فريم هيطلع لنا طبعا الانشطة، لو في انشطة خارجة هيطلع التايم فريم بتاع، يعني لو في انشطة زيادة عن ال، لو قلنا 1/1 مثلا او دي 1/6، لو قلنا 1/6 هيجيب الانشطة اللي هي بعد 1/6 ويقول لنا دي بره التايم فريم بتاعي. activity that are not any float bus، مفيش الانشطة اللي هي no float buses اهي، تمام.
هما دول الأنشطة، أو عملنا حاجة في عمود اسمه activity count، number of activity، أيوة activity count، هنلاقيهم 44. ستة وتسعين، يبقى هما المفروض كان يبقى أكتر من 10 مسارات، يعني لو زودنا المسارات أكتر من كده هتقبل معانا. برضو اهي بتقل اهي، برضو اقدر كمان ازود لغاية لما ايه ده، لغاية لما هنا 25. activities that are not on any float passes، المفروض هنا يكون 44 نشاط. ممكن يكون هو بيخرج ال ما بيحسبش ال ما بيحسبش ال completed activity مثلا، انا بصراحة مش عارف، او ما بيحسبش المايلستون الحقيقة مش عارف يعني، بس هرجعها المرة الجاية من المانوال واشوف. فده يعتبر هو ال ممكن يا باشمهندس مينا، يعني فكرة ممكن المايلستون ما بيحسبوش، ممكن فعلا المايلستونز ما بيحسبوش ولا حاجة. فهنا ممكن من خلال هنا الجزء ده، او من خلال السكادول لوج ده، اقدر اعرف الاخطاء بتاعتي واعالجها قبل ما اوديها للاستشاري. تمام، اقدر اعرف انا عندي كم نشاط بريد السيسور وادخل اربطهم تاني ملوش بريد السيسور، اقدر اعرف انا عندي كم في المية كريتيكال باس، اقدر اعرف انا عندي كم في المية من الاوت اوف سيكونس. تمام، لو الاستشاري بتاعي اوير اوي بالموضوع هيبقى فاهم وهيطلب مني برنامج جديد عشان ابقى ماشي مع الموقع، وده طبيعي. تمام، فمهم جدا ان انا ابقى فاهم السكادوال لوج ده. فعشان كده انا يعني بصمم دايما ان احنا ناخده، في ممكن ناس كتير ما بتشرحوش، بس انا الحقيقة بصمم ان احنا ندرسه وناخد كل جملة فيه، بتبقى مهمة جدا ان انا ابقى فاهمه عشان انا بستفيد بيه كتير. بكده نكون وصلنا النهاردة لنهاية. طبعا هنا خلاص الفلوت باس خلاص خلصناها، السكادول لوج خلاص خلصناه. طبعا ان شاء الله يبقى كده فاضل لنا المحاضرة اللي جاية اللي هو الاكتيفيتي كود واللاي اوت، تمام، والفرونت اند رو والفلتر. تمام، ممكن طبعا دول حاجة بسيطة جدا، يعني مفيش ساعة زمن او ساعة ونص بالكتير. ممكن ان شاء الله ندخل في ليفل 2 ان شاء الله. يعني انا شايف المعدل بتاعنا معدل ممتاز اللي هو بكرة ان شاء الله. تمام، همنتجها بس كده واحاول اقسمها على جزئين وابعتها لكم ان شاء الله بكره. مفيش مشكله يا باشمهندس مينا، بس انا متضايق على الناس اللي هي خرجت، مهندس احمد والمهندس مينا
مهندس علي، مهندس صادق يعني، بتضايق جدا يعني. ايا كان الحمد لله. طيب احنا كده ان شاء الله نكون نظهر المهندسة اسماء برضو مش على الجهاز. فكده ان شاء الله نكون خلصنا النهاردة. تمام، انا كده يعني كده راضي جدا عن اللي احنا وصلنا له النهاردة. احنا كده خلصنا اللي كنا اصلنا وقطعنا شوط كبير في المحاضرة رقم 4، فان شاء الله باذن الله نخلص الليفل 1 المحاضرة الجاية وناخد جزء من ليفل 2 باذن الله. اشوف حضرتك على خير. اي سؤال يا باشمهندس محمد؟ باشمهندس محمد اي سؤال، اي سؤال في اي حاجة. طيب تمام، حضرتك انا هبعت النهارده ان شاء الله او بكره بالصبح بكتير هبعت الجدول اللي هو بتاع الام اي بي جايد ده، اللي هو فيه البريديسيسور والسكسيسور بتاع البلانر. تمام، وهبعت مكتبه، هبعت على جروب مكتبه لينك مكتبه علمي منتفع به. تمام، وهبعت لينك كيفية التحميل، وإن شاء الله الكل يستفيد بيها إن شاء الله. تمام، بس يعني اللي عنده إيميل على الفور شير هيستفيد بيها، يعني هيبقى التحميل بالنسبة له أسهل كتير كتير جدا يعني. أشوف حضرتك على خير إن شاء الله، وتصبح على خير، وميعادنا يوم السبت الساعة 6 إن شاء الله. مع السلامة يا باشمهندس، إن شاء الله بإذن الله، مع السلامة.